هي ماسست دراما. دراما هي لوست شبيل und تراور شبيل und فاسند تراورشة جاتونج باي دير عينة هاندلون دورش دي بتايلكتن فرزونن auf der Bühne. Auf der Bühne, أنت التركيز على هاي الكلمة, dargestellt wird. هي نوع أدبي يشمل الكوميديا والمأساة, حيث يتم تمثيل الحدث على خشبة المسرح من قبل الأشخاص المعينين يعني الممثلين. وإن شاء الله هذا إحنا اللي راح ننفذه, كان المفروض اليوم ننفذه لأنه يوم الغسل, بس تأجل على بكرة إن شاء الله المشهد المسرحي اللي هو هذا نستخدمه كوسيلة لتعليمكم اللغة الألمانية ورسوخها عندكم. إحنا يعني بالنسبة للمشهد هذا ميسون تعرف أنا اختاريت المرحلة الأولى واختاريت المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى راح تبدون تتعلمون طريقة التحدث باللغة الألمانية كبدايات, وتستنجدون بالمرحلة الثالثة اللي راح يتحدثون وياكم باللغة الألمانية خلال المشهد. هذا من راح تحفظون راح يبقى راسخ بذهنكم, لأن أكثر من مرة راح نسوي عليه بروفة إن شاء الله, بروفة وبروفة بالإنجليزي يعني بالعامية. وأيضا راح أجيب أكثر من مكان إن شاء الله, عندنا توجهات أخرى إن شاء الله يعني بعدين نتكلم فيها. بس ال... هو على إن شاء الله. ثانيا الشاوشبيل تعتبر الدراما شاوشبيل إن ديم أين تراجيشا كونفليكت دارجشتلت فرد, يعني هي لعبة أو لعب على المسرح يعني تمثيل مسرحية يصور الصراع المأساوي. هذا التعريف الثاني له. التعريف الثالث هي أحداث مثيرة صادمة حزينة أفريجندس أرشترندس تراوريجس جيشيان. هاي ثلاث تعريفات للدراما عرفناها. ننتقل إلى لماذا ندرس الدراما كلغة أجنبية؟ لماذا؟ طبعاً الدراما ما راح تعرفون بالآداب العالمية وخصوصاً بالأدب اللغة العربية. الدراما المسرحيات الألمانية منقولة لنا إلى اللغة العربية, فإذا هنا دور المترجم دور حساس بنقل أفكار المؤلف ونقلها إلى المجتمع. كيف يخاطب المترجم المتلقي؟